سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج اقتصاد ملتي ميديا عبر ملتي ميديا الإذاعة الجزائرية، والذي نستضيف فيها اليوم السيد جابر بعمارة، مدير التسويق بشركة تكنو لصناعة الأدوات المدرسية. كما هو معلوم، تمضي الجزائر في مسار تنويع الاقتصاد وإيجاد بدائل للمداخيل بالاستثمار في قطاعات صناعية وإنتاجية هامة، وقد وضعت مؤخرا في قائمة النشاطات المعنية بالتحول من الاستيراد إلى الإنتاج صناعة الأدوات المدرسية بأيادي جزائرية متخصصة. سمح هذا المسعى بتلبية احتياجات السوق المحلية جزئيا في انتظار توسيع قائمة المصنعين والمنتجين ورفع القدرات الإنتاجية الوطنية بعد تقديم امتيازات وتحفيزات ستؤتي ثمارها، بحيث سيتم توفير أدوات مدرسية وملحقاتها طوال العام وليس في المواسم فقط وبأسعار تنافسية. وكما هو معلوم، سوق الأدوات المدرسية يشكل ربحا مهما في الاقتصاد، بحيث يفوق رقم أعماله 200 مليون دولار، وهذا يمكن التحكم فيه بكل سهولة عن طريق حماية المصنعين الجزائريين. وقد وضعت الحكومة ضمن خطة عملها لتخفيض فاتورة استيراد هذه المواد وغيرها التي يمكن إنتاجها محليا وتغطية الاحتياجات الوطنية. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في برنامج اقتصاد ملتي ميديا، كما ذكرت منذ قليل، السيد جابر بعمارة، مدير التسويق بشركة تكنو. أهلا بك أستاذ. شكرا، أهلا بك وشكرا على الاستضافة. نعم أستاذ جابر، بادئ ذي بدء، لو نتحدث عن عمل الحكومة، الحكومة تشدد على منح رخص استيراد المواد المدرسية مقابل فتح أبواب الاستثمار المحلي وعقد شراكات دولية، إلى أي مدى تحققت هذه الرؤية؟ شكرا، بارك الله فيك على هذا السؤال. يعني نعرف أنه الجزائر فيما مضى في فترة بعيدة كانت من مصنعة للأدوات المدرسية، لكن بعد انفتاح السوق الجزائري على يعني على الاستيراد العشوائي، يعني تكسرت بزاف هاد المصانع. يعني كانت هناك مصانع يعني عمومية ومصانع خاصة، والحكومة يعني بادرت إلى تقنين هذا المجال، مجال الاستيراد الأدوات المدرسية. تكنو كانت سبقة إلى هذا في هذا المجال تقريبا من سنة 2009، بدأت في مجال التصنيع المحلي عن طريق المناولة، والحمد لله حاليا نمتلك مصنعين لإنتاج الأدوات، سواء الأدوات المكتبية أو الأدوات المدرسية، وإن شاء الله في مشاريع مستقبلية إن شاء الله عن القريب العاجل ستنطلق إن شاء الله في مشاريع استثمارية لتصنيع منتوجات أخرى إن شاء الله. انطلقنا من يعني حوالي 15 إلى 20 منتوج في 2009، حاليا أزيد من 700 منتوج مصنع محليا. رغم ذلك نجد ان التصنيع، يعني تصنيع الادوات في الجزائر لا يغطي يعني طلب السوق للادوات المدرسيه. يعني تقريبا في يعني اعطيت نسبه تقريبيه، يعني حوالي 30% يغطيها الانتاج المحلي، و70% كلها استيراد يعني لحد الساعه. نعم، وأين الخلل هنا؟ يعني كيف نستطيع أن نفرض أنفسنا في صناعة هذه المواد المدرسية والتقليل من التوجه إلى الاستيراد؟ نعم، هي هو الانتقال يعني إلى حسب رأيي يعني يعني الاحتكاك في الميدان، هذا التحول يحتاج مرافقة، والمرافقة تكون يعني متعددة، يعني في قطاعات مختلفة ترافق هذا التحول. يعني لأن المصنع يحتاج إلى يد عاملة كفأة، يعني يحتاج إلى نقول يعني انونجاجمون من وزارة التكوين المهني، وزارة التعليم العالي، يعني كلها يعني تخرج لنا كفاءات يحتاجها المصنع في الميدان. المصنع يحتاج إلى تقنيين تخرجهم وزارة التكوين المهني، يحتاج إلى مهندسين تخرجهم وزارة التعليم العالي.
في هذا، ويعني وزارة التربية أيضا ممكن تتكون يعني في يعني قطاعات مختلفة، وزارة الصناعة من خلال التسهيلات اللي توفرها، وزارة الداخلية اكسترا، يعني كل هذا يعني في يعني يكون يعني برنامج كما نقول ملتي سيكتوريال، ماشي خاص بوزارة التجارة وحدها ولا وزارة الصناعة وحدها، يعني لازم يكون في تضافر الجهود لتوفير مناخ اقتصادي انتيسيو ايكونوميك، يعني يكون مريح للمستثمر، ما يلقى المادة الأولية. مثلا نعطيك مثال تاع المادة الأولية تاع البلاستيك، الانتاج فيه انتاج محلي تاع المادة الأولية، بصح لا يلبي كل يعني الاحتياجات للمصنعين. في مثلا الورق كانت الجزائر تصنع الورق، كان يعني لا سالباب مثلا في باب علي كانت تصنع الورق، يعني لاباط يعني المادة الأولية للورق كانت تصنع محليا، إلا أن حاليا نستورد الورق بأحجام كبيرة، والمحولين يقوم بتقطيعها وطباعتها كي ننتج الكراريس وننتج أوراق الرسم إلى ذلك. يعني كما قلت فيه يعني لازم تضافر جهود متعددة لتكوين نسيج صناعي يكون منافس، وهذا يعني لازم له وقت يعني معتبر، ما نقولش يعني التحول يكون جذري من سنة إلى أخرى، لازم يعني تكون مرافقة ووقت كافي لهذا التحول. السيد جابر بعمارة، الحكومة دعت المنتجين والمصنعين إلى رفع نسبة الإنتاج الوطني من هذه المواد بحيث تغطي حاليا 10% من الاحتياجات الوطنية، وهي نسبة ضعيفة يمكن رفعها أضعاف، يمكن يعني رفعها أضعاف مضاعفة بالانخراط في عملية التصنيع المحلي، خاصة في ظل الامتيازات التي تمنحها الحكومة للاستثمار في هذا المجال. إلى أي مدى كانت الاستجابة لهذه الدعوة؟ في استجابة يعني كبيرة، يعني نشوف يعني لما وحدي يدور في الأسواق الوراقة يشوف يعني في كثير من المستثمرين دخلوا ولجوا مجال الإنتاج المحلي، والحمد لله يعني فيه يعني كما أعطيت وسمه تكنو من سنة إلى أخرى نزيدوا حوالي 60 إلى 100 منتوج جديد في شبكة يعني المنتجات المحلية، يعني حاليا نرقى إلى أزيد من 700 منتوج مصنع محليا، وإن شاء الله السنة القادمة يعني راح تكون فيه ان شاء الله يعني منتوجات اخرى. يعني كان بزاف كثير من المصنعين دخلوا هذا المجال، وان شاء الله يعني الرهان الاكبر هو الرهان النوعيه، يعني لازم تكون مش فقط الرهان الكم، الرهان النوعي حتى النوعيه، لان المستهلك الجزائري ذواق يحتاج الى يعني منتجات ذات يعني قيمة مضافة ويعني النوعية جيدة وراقية. أستاذ جابر، الجزائر تحصي العديد من المنتجين والمحليين للأدوات المدرسية مقابل أيضا وجود الكثير من المستوردين، لذلك تعمل اليوم هي على التقليل من الاستيراد ولكن ليس على حساب السوق الوطنية. هل تنجح مثل هذه المعادلة في سوق الأدوات المدرسية؟ بالطبع هي العمل كما قلت فيما مضى في قبل قليل، يعني الانتقال هذا لازم يكون تدريجي كما قلت، يعني فيه يعني نسب متضاربه، كان يقول لك الانتاج المحلي 10% كان يقول 30%، يعني يقولوا يعني رقم يعني ان شاء الله راه في تحسن، يعني الانتاج المحلي راه في تحسن، يعني باه نصل الى التلبيه يعني للشيف هذاك التحول لازم المرافقه، لازم يعني مرافقه من يعني من يعني في البرنامج الحكومه تكون فيه مرافقه، وحتى المستثمرين المحليين كل واحد راه يدير جهده باه ينتج وفي تكامل، يعني ماشي ما كاش غير منتج برك، كاين منتج كاين المناوله يعني سوتريتونس عن طريق يعني نلقى يعني في المصانع مثلا تاعنا تلقى عندنا مناولين اللي يخدم الكلومبالاج، اللي يخدم مثلا الطباعه، فيه في كثير من فرص العمل يعني تخلق عن طريق هذا التحول. نعطيك مثال، حاليا في شركه تيكنو في مصنعنا ازيد من 100 عامل بصفه مباشره، بصح كاين اكثر من 500 عامل بصفه غير مباشره،
كاين كما قلت الورشات اللي تخدم معنا، كاين شبكه النقل اللي تخدم معنا، يعني بزاف يعني كثير من الفرص العمل تخلق عن طريق هذه المبادرات. هناك من يرى انه من السهل الوصول الى نسبه ادماج بيئه 100% في المنتجات التي نملك مواردها او موادها الاوليه مثل المآزر مثلا، يعني يمكن الاستفاده مثلا من مصنع الاقمشه بغليزان لتامين الماده الاوليه بتخصيص نسبه من انتاجه للسوق الوطنيه بدل توجيهها كليا للتصدير، هل يمكن ان يتحقق ذلك؟ طبعا كنت تحقق ذلك، يعني كما قلت يعني في كثير، اعطيت مثال تاع المآزر هذه، فيه يعني الشركه واحده تنتج نقول القماش 100% جزائري، يعني في نتمنوا هذا الاكتفاء الذاتي ينتقل الى المجالات الاخرى، المجال الورق الى مجال البلاستيك الى مجالات متعدده التي تحتاجها شعبه الوراق البابيتري في الجزائر، يعني نتمنوا يعني يكون في استثمارات كبيره. يعني حاليا كما قلت ماده البلاستيك يعني ما لا تلبي الحاجيات يعني المصنعين الجزائريين، يعني كما قلت مثلا اعطيت مثال على المئزر ان شاء الله تكون في استثمارات اخرى. كاين الشركه اللي في غليزان وسمو كفات يعني كثير يعني من حجم السوق الجزائريه، بس حتى فيه طلب اكثر واكثر. فاصل قصير سيداتي سادتي ثم نواصل بعده هذا الحوار. مرحبا بكم مجددا سيداتي سادتي في برنامج اقتصاد ملتي ميديا، وضيفنا السيد جابر بعمارة المدير التسويق بشركة تيكنو. سيد جابر، لو تحدثنا عن المزايا، ما هي المزايا من إنتاج الأدوات المدرسية في الجزائر؟ ماذا نستفيد؟ ماذا يعني ما هو الشيء الإضافي إذا أنتجنا كل هذه الأدوات المدرسية هنا محليا؟ لما ننتج محليا عندنا أول شيء نتحكم في النوعية، لأن نعرف يعني ما هو التركيبة على المادة الأساسية الأولية، ونتحكم في 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 في, في النوعية. ثانيا في كثير من ولا بعض المنتجات تجيب بدخلنا ثقافة يعني دخيلة على المجتمع تاعنا، نتحكموا في الشكل تاع 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 المنتوج، وإضافة إلى المكسب الكبير أنه أن نخلق فرص عمل في السوق، تكون فيه ديناميكية في السوق وفي الاقتصاد الوطني. أسعار المواد المدرسية حاليا هل هي معقولة وكيف يمكن التحكم فيها؟ الأسعار يعني فيه يعني نقول يعني في متناول الطبقة المتوسطة، يعني لأنه الأسعار يعني هاد العام فيه يعني فيه الانخفاض محسوس في الأدوات المدرسية، وإن شاء الله تكون يعني كل موزع يعمل يعني يدير جهده أنه يعرض يدير عروض ترقوية بمناسبة الدخول المدرسي. نبرك كان فيه يعني جانب يمكن يجب أن الحكومة أو الجهات المعنية تعمل على تقنينه، هو التجار الموسميين. يعني في كثير تجار يعني يغتنموا في رمضان يبيع زلابية، في الدخول المدرسي يبيع الأدوات المدرسية، يعني كل هذا التجار الموسميين يجب أن يكون فيه تقنين لهذا المجال، لأنه كثير يعني من زيادة في الأسعار تكون في هذا الجانب كثير. ما هي أبرز المنتوجات الجزائرية في هذا المجال؟ في المجال عندنا يعني الكراس، يعني الحمد لله في الجزائر اكتفاء ذاتي 100% جانب الكراس، يعني هي شعبة اللي الشعبة اللي لقات يعني ممكن تكون نموذج يحتدي به المصنعين، يعني الكراس يعني حتى دوك الحكومة قدرت واسمه يعني ما كانش واحد مستورد يغامر أن يستورد كراس من الخارج، اللهم إلا الكرايس الفاخرة هذيك عندها يعني عندها الـ يعني الوجهة تاعها.
بصح الكراس العادي، الكراس الاساسي، الكراس الدراسي ما كانش لي يستورد الكراس، لانه الجزائر حققت اكتفاء ذاتي وحققت جوده وحققت تنافسيه كبيره في مجال الكراس. وان شاء الله تكون يعني هذا يعني الاكتفاء ذاتي ينتقل الى المجالات الاخرى. يعني عندنا كما قلت في مجال كل ما هو التحويل البلاستيك، كل ما هو مساطر وخشيبات وقريسات وسيالات، وفيه يعني فيه يعني عمل جبار من يعني يقوم به المصنعين ليكون فيه اكتفاء. لكن السوق الجزائري كبير، الله يبارك، عندنا ازيد من 10 ملايين تلميذ يعني جزائري، فيه يعني طلب كبير على هذه المنتجات. استاذ جابر، كما هو معلوم وضعت وزارة التجارة تحت تصرف العائلات اسواق جوارية باسعار معقولة. هناك أيضا من المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين من يطرحون مبادرات من أجل تخفيف الأعباء على هذه الأسر، كيف تنظرون إلى مثل هذه المبادرات؟ نعم بالطبع، وزارة التجارة مشكورة يعني قامت بهذه المبادرة لخلق أسواق جوارية في كل ولاية. يعني كل مدير التجارة في ولاية عندها أسواق جوارية يعني تنظمها، يعني فيه المستثمرين، فيه مصنعين، مستوردين، ويعني تجار التجزئة يعرضوا سلعهم بأسعار تنافسية. وهذه يعني وزارة التجارة مشكورة على ذلك، يعني أطرت هذه الأسواق الجوارية، وتكن الحمد لله يعني حاضرة في أغلب هذه الأسواق الجوارية وتعرض منتجاتها بأسعار تنافسية، وإن شاء الله تكون متنفس للمواطن الجزائري باه يلقى يعني المستلزمات المدرسية بأسعار تكون في مستوى يعني تطلعاته. إضافة إلى كما أشرت أستاذ أنه كثير من الاقتصاديين يقوموا بمبادرات. نعرفوا الشعب الجزائري يعني عنده هذا الهبة التضامنية، يحب الهبة التضامنية في رمضان، نشوفوا قفة رمضان، وفي الدخول الاجتماعي فيه يعني الوقوف إلى جانب الفئة الهشة والمعوزة، يعني فيه يعني توزيع حقائب مدرسية للمعوزين، يعني عن طريق يعني بالتعاون مع الجمعيات الفاعلة في الميدان، بالتعاون مع المصالح البلدية، بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري. كل هذه يعني تكون يعني الوقوف إلى جانب الفئات الهشة في هذه المرحلة. نعطي مثال، مثلا شركة تكنو وزعت أزيد من 3000 حقيبة مدرسية في هذه الدخول المدرسي، وإن شاء الله تكون يعني كمبادرات هذه تنتشر والناس يعني تتحسس. يعني أعطيك مثال، إحنا في محلتنا تشوف حتى المواطن الزبون العادي يجي ماذا به يشري حاجه ويحطها هذه يتبرع بها للمعوزين. يعني فيه يعني هذه الهبه التضامن معروف بها المجتمع الجزائري، ان شاء الله تكون سيما يعني نلقاوها طوال السنه ماشي غير في المواسم. السيد جابر بعمارة مدير تسويق بشركه تكنو، شكرا جزيلا لك. شكرا بارك الله فيك على الاستضافه، وان شاء الله نتمنوا دخول مدرسي موفق لتلاميذنا، وان شاء الله والاولياء ان شاء الله يلقاو يعني ما يلبي رغبتهم في محلات وفي الوراقات ان شاء الله على كامل القطر الوطني ان شاء الله. ان شاء الله.